بسم الله اليوم 8 8 2024 بسم الله اليوم 8 في شهر 8 2024 آه، مرحبا بالجميع تجمعوا ايها الاصدقاء والمشاهدون نحن دائما نحن دائما بصدد دراسه مشروع مائي ضخم من وادي المخازن إلى وادي الذهب ومن وازيز إلى وادزا ومن الحسيمة إلى العرائش نحن الآن في هذا البث البث المباشر الآن سنقوم بشرح بتفصيل الدرس او الجزء رقم 13 او الفيديو رقم 13 من هذه الدراسه المباركه الان سنقوم ان شاء الله بهذا الشرح وبهذا الدرس آه ال... بهذا الدرس ان شاء الله لي... لي... لمعالجه هذا ال... او لتوضيح هذا الدرس الثالث عشر اللي هو على الواد الواعي سنقوم بالشرح والتفصيل وبالتوضيح ماذا يعني كلمه الواد الوعر وما هو الهدف من واد هذا الواد الوعر عند الملتقى مع واد سوس هذا دا نقول دائما وابدا عليكم أنت أه المرجو من الذين <سؤال> يريدون الجوالات أه انا الان في اللايف في مباشر في بث مباشر لتوضيح لتوضيح تو... الدرس <سؤال> <سؤال> رقم أه 16 من الدراسه المباركه مشروع مائي ضخم من وادي المخ الذهب ومن وادي زيز الى واد ومن الحسيمه الى العرائش القاسم المشترك نحن الان في الشرح الدرس والجزء رقم 13 الجزء رقم 13 عند واد الواعر عند نقطة التقاء مع واد سوس مرحبا بالجميع مرحبا بتعليقاتكم وبأسئلتكم ومن كان يريد جولة أو حوار من بعد ما ننتهي من هذا البث المباشر في شرح هذا الدرس رقم 13 نحن نتواصل معكم إن شاء الله نعم هذا الدرس رقم 13 يعني في الدراسة ديالو في الشكل ديالو تقريبا يشابه الدرس رقم 30 اللي كنت آه شرحت لكم الأمر ديالو قبل هذا 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 اللايف هذا مرحبا الى شتو انا عند الصوره عند عند هذه الصوره التقطع الى بغيتي ترجعوا لهذا الفيديو بالصوت والصوره عليكم في الفيديو رقم 13 او لا بالجزء رقم 13 او بالدرس رقم 13 هو اللي فيه الفيديو معين المكان بالصوت والصوره ويوضح لكم كيف كيتبان هذيك الجبال اللي كتشوفوا دوما في على الصوره فهي جبال الاطلس الكبير ولكن من الجهه الاخرى هناك الجبال ديال الاطلس الصغير في الفيديو فيه توضيح بالصوت والصوره لكل هذا. نعم آه هذا الدرس معايا بوحده بوحده الله يعطيكم الخير غادي نشرحه لكم بشكل تفصيل وبموضح وتعرفوا ما هي اهميه هذا الدرس هذا. مرحبا بالجميع اذا لم آآ آآ كان كلكي على كلمه الترحيب فانا ارحب بالجميع ومرحبا المرجو التكبيس كي يستمر اللايف هذا درس مهم عليكم ان تستمعوا له جيدا عليكم ان تصغوا اليه جيدا فانه درس بالاهميه بمكان الى الى رايت في الصوره كيبان احنا على السفح ديال السفح الجنوبي اللي الاطلس الكبير. ولكن من الجهه الشماليه هناك الـ 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 الاطلس الصغير. وهذا احنا عن هنا من هذه البدايه من هذه البدايه كيبدا آه سهل سوس. وسهل سوس كما قلت لكم في الدرس رقم آه 16 آه نقطه الصفر ديال سهل سوس هو هو آه مدينه اولوز. من تما كاين انت ينطلق واد سوس كيجي من اعلى ولكن من هذيك المضايق ديال ديال اولوز ملي شبه مضايق لان من ج... تما كيتلاقيو جبال الاطلس الكبير مع جبال الاطلس الصغير هذا وضحت لكم هذا في الرقم في الدرس رقم 16 ولكن حنا في هذا الرقم الدرس رقم 13 هذا هو فين غنديروا المجمع المائي ما يشبه مثل السد العالي في مصر هنا بعض المناطق محروسه هنايا وبعض المناطق لا بد تعالج ولكن رايتم وعليكم ان تراجعوا الفيديو رقم 13 وغادي تشوفوا الارض كيفاش ديالها الارض هي مستنقعات الاكثريه حتى لا تصلح لا للحرث ولا للسكن ولكن ممكن ان تكون مستنقعات يعني في 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 عمق الـ 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 هذا الـ هذا المجمع المائي او هذا السد العالي كما بغيت نقولوا الهدف من هذا السد راكم كتشوفوا الجبال في الصوره او من وراء هذيك الجبال كاين سد عبد عبد المؤمن الموحدي من وراء هذيك الجبال اللي كتظهر لكم الصوره كاين سد عبد المؤمن الموحدي خلف الصوره خلف الصوره يعني من من قبل الصوره يعني الصوره هذيك الصوره احنا في اتجاه يعني عاطين ظهرنا الشرق والوجه ديالنا الغرب وهذوك الجبال جاو على الجنوب على الجنوب ديال الطريق اللي كتشوفوهم كما تشوفوهم وهنا في هذيك المنطقه آه يعني آه لا بتي تقولوا هذاك الجبال كلها كلها اللي كت اللي هبط اللي كتهبط من تما اللي كتشوفوا قبل من واد الوعر هي كتخوي في واد الوعر او لواد سوس ولكن من بعد هذا الواد الوعر كتخوي في اوديه اخرى اوديه اخرى كاينه كثيره تما على ذاك على ذاك المدح حتى واد ود وادي السن وزي السن هو اللي شاد عليه سد عبد المؤمن الموحدي لكن احنا كما اقترحنا عليكم في الدرس رقم 29 عندما أنا ناتي بالمشروع ونوصل به الى سد عبد المؤمن الموحدي تما غادي نديروا واحد القناه على شكل متضر متعرجه متدرجه ومتعرجه كالتمجيه من سد عبد المؤمن هيك والتمجيه هابطه مع مع الجبال درجه 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 يعني كل ما غادي نهبطوا هبطه ونتلاقاو مع واد هبطوا هبطه ونتلاقاو مع واد هبطوا هبطه ونتلاقاو مع واد باش نجمعوا كل هذيك الاوديه اللي كتخوي من بعد من بعد هذا الواد هذا الواد الواحد يعني ديك الاوديه كلها اللي كتخوي من وادي السن من وادي السن حتى حتى لهذا المكان في كاين واد الواحد اللي هو قريب من تارودانت تارودانت بقات خلفنا هنا واحد اه تقريبا واحد 10 ولا 15 كيلومتر فقط لان تيرودنت كما قلت لكم في الدرس في الدرس 53 و52 و53 و54 هي محروسه بويدان عظيمين محروسه من الشمال من الشمال بواد الواعر هذا اللي كتشوفوا جزء منه ومحروسه من الجنوب بواد سوس ووضحت لكم ذلك في الدرس رقم 52 و 53 و 54 وحتى 55 راه واضحه هذه الامور هذه كلها في هذه ما بين واد سوس ووادي واد الوعر لكن احنا اللي عندنا المقصد به احنا واللي الغايه منه بهذا الشرح هذا هو الشرح ديال الدرس رقم 13 قلنا عند هذا واد الواعر عندما يلتقي بواد سوس غنجعلو واحد البحيرة ضخمة يعني غنجعلو واحد سد 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 كالسد العالي لأنه راه إلا الفيديو راه كان لكم بعد عند ما يلتقي هذا الواد الواعر مع واد سوس كاين هناك جبيلات ممكن نبني عليهم جبيلات لا باس بهم وحواجز طبيعيه لا باس منها ممكن لنا اننا نبني عليها لحجز المياه لكن هذه المياه احنا الهدف منها شنو هو باش تبقى تما سميتو وتزود هاد سلسوس ولكن المقصد منا احنا راحنا المشروع ومن ود من من, من واد المخازن وعبرنا به الى واد سبو واد بهات و واد ام الربيع وواد تساوت وواد تنسيفت الى ان نصعد به الى واد بوموسى اللي هو عليه الواد عليه سد عبد المؤمن الواحدي اللي كيكون خلف هذه الجبال اللي كتظهر لكم في الصوره في اعلى الصوره يعني تما كاين سد عبد المؤمن الواحدي قلنا من تما غناخذوا واحد آه القناه متعرجة ومتدرجة يعني نهر اصطناعي جاي باش يجمع لنا كل هذه الاودية اللي كتسقط من هذه الجبال لانه كثيرة 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 ونجيو به حتى باش يتلاقى مع هذا آه آه واد الواعر قبل هذه النقطة بالضبط قبل هذه النقطه بالضبط او لا عندها ولكن المقصد هو هنا هذيك الكنتر اللي تبان لكم وتسوس بقى على بعد تقريبا كيلومترين فقط لا كلا ولا اكثر ولكن في الفيديو راه واضح مو مو كنا. انا خديت لكم غير صوره خديتها من الفيديو باش نركز عليها في هذا الدرس في هذا الشرح ديال الدرس رقم 13 ما المقصد بهذا الملي غنجمعوا تما اولا الهدف منه هو القناه او للنهر الصناعي اللي غناخذو من هذه النقطه بالضبط وغنعبروا بها ولاد محلة شرقا مدينه القردان، شرقا السبت ايت ميلك وغادي حتى نوصلوا بها الى سد يوسف بن تاجفين على وادي ماسه من هنا هذا سهل منبسط هذا من هنا الجبال كالظهر هي راها كتبان لكم على يمين الصوره ولكن يسار الصورة سهل منبسط يمتد تقريبا واحد ما بين 100 150 كيلومتر ونقطة صفر قلنا قلنا لكم هي أولوز وأولوز بقات بعيدة من هذه المنطقة تقريبا بواحد 140 كيلومتر خلف الصورة ولكن أمامنا تقريبا بقات قدامنا شي تقريبا شي 70 كيلومتر لأكادير ولكن احنا المقصد من ها من هذا كله اذا هنا كيتبين لنا ان مدينه اولوز اللي عليها سد اولوز كيتبين لنا بعيده من مدينه اكادير قلت لكم دابا 140 على 70 تقريبا هي 210 وهذا الشيء اللي قلت لكم ما بين 200 210 اللي هي كاينه من سد اولوز الى مصب نهر آآ 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 نهر سوس هاد دابا ومن من فوق من فوق هذاك سد اولوز كاين سد خر فوق منه في الجبال قريب من من من, من اعلى من وسط الاطلس الكبير من يريد جولات علي ان من بعد سنه تنتهي من هذا الدرس الله يجزيكم بخير تنتهي من هذا الشرح وانا معكم في الجولات آه قلنا هذا 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 200 كيلومتر ولا 210 كيلومتر بدات نقطه الصفر عندها عند مدينه اولوز ولكن لا زال السهل يتسع 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 حتى يصل الى تقريبا 150 كيلومتر واكثر هيك هذا سهل سوس وهذا سهل سوس انا كنسميه سهل فلوس لانه هو في واحد العدد الشركات كثيره كثيره وكلها كتخدم واحد اليد عامله نشيطه لا باس بها واللي يزورو بيوكرا ويعرفوا شحال يد عامله تما خدامه واللي زوروا القليعه كيعرفوا شحال يد عامله تما واللي كيزوروا كذلك آآ آآ اي تعميره ويعرفوا شحال يد ديال اليد دي دي عامله تما واللي كيزوروا بلفاع ويعرفوا شحال يد ديال يد دي دي عامله تما واللي كيزوروا سيدي بيبي ويشوفوا شحال يد عامله تما يعني يد عامله نشيطه من انحاء المغرب خاصه من خنيفره من اسفي من الجديده من من جميع المناطق المغرب بل هاد هاد الايام ولا حتى هناك عمال كيجيو افارقه كيجيو لهاد المنطقه ديال سهلسوس وسهلسوس كما قلنا لكم فيها شركات كثيره وفيها فلاحه كثيره ومتنوعه لانها التربه ديالها خصبه ولكن المشكل العويص هو كيعتمدوا على الفرشه المائيه والفرشه المائيه وقع عليها استنزاف خطير 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 جدا للغايه وسهل اوروز وسهل اوروز هو توضع اساسا باش يزود هذه الفرشه المائيه لسهل سوس ولكن مع الاسف المياه في المياه اللي جمعت في في سد اوروز ما مشاتش في 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 ذاك الغرض المطلوب منها مشات الى الفرشه المائيه ديال نهر سوس بالعكس مشات المياه الجوفيه مشات مع سلسله جبال اطلس الصغير يعني واحد العدد ديال العيون اللي هما كانوا مسدودين وكانوا نضبو في تلك دي المنطقه ديال الإغرام والمنطقة ديال التفراوت والمنطقه ديال الاخر واحد العدد ديال الابار اللي كانت مكملة ولكن زاد فيها الماء بسبب ذلك يعني المياه الجوفيه مشات الى لم تهبط الى الغرب الى سهل سوس الى الاتجاه الاتجاه ولكن مشات تقريبا إلى إلى إلى, الى 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 الجنوب الغربي مع سلسله جبال الاطلس الصغير وهذا اللي خلى ان الفرشه المائيه ديال سهسوس اللي هنا هي في المعدل ديالها في المعدل ديالها الطبيعي بدون استنزاف تحتوي على 50 مليار متر مكعب من الماء ولكن الفرشه المائيه غدا خاصة أن الاستهلاك ديالها كثير وهناك يعني محركات لجلب المياه من الآبار بشكل بشكل حجم كبير ولكن ولها مردود فعلا على الفلاحة لأن المنطقة ديال سهسوس يعني ما ي... ما ي... ما اللي, اللي تيخرج من هذه المنطقة ديال من فلاحة ومن من خضر ومن بواكير ومن حواميد عليكم من ياتي الى المنطقه ويشوف ان من شاحنات اللي كتخرج من سوق الجمله للخضار البواكر في ولاد تيمه واش من اش من شاحنات اللي كتخرج من سوق الخضار بالجمله سوق الخضار والفواكه والبواكير اللي كاينه في, في انسكان يعني الا بغيت تقول هو سوق عالمي يعني الشاحنات عندما يعني تظهر كتظهر لك الى خرجتي يعني من من 12 الوحده 2 ثلاثه اي طريق شديتيها غدا من اكادير الا تلقى واحد العدد ديال الشاحنات محمله بالخضار بـ بـ بكل ما داكش متجهه يعني من تما الخضره كتمشي حتى لوجدة من الخضرة كتمشي حتى لطنجة من تما الخضرة كتمشي حتى العيون داخلة دور بالعكس من تما الخضرة كتمشي حتى موريتانيا كتمشي حتى للدول الإفريقية، من من ذلك الساسوس، بل هناك شركات اللي هي كتصدر الخضرة مباشرة إلى الخارج، يعني كتنتج هناك شركات جات شركة شراكة مع بعض الناس مثل آآ آآ شركات بلا داعي لاسمها بس ديال شركات كثيرة معروفة بساسوس، كتنتج ذاك الطماطم وذاك الخضار والفلفل و وواحد العدد ديال الخضار اللي كتصدرها مباشرة إلى الخارج. هذا هذا السهل هذا، هذا الشيء سهل الفلوس وليس سهل سوس، نعم، ولكن المقصد منا من هذه النقطة اللي غنديرو حنا هاد عند هذا الواد الواعر مع ملتقى واد سوس باش نديرو مجمع مائي يعني سد كالسد العالي في مصر، كالسد العالي في مصر. المقصد هو ذلك النهر الصناعي اللي غنخدو من هذه المنطقة على يسار الصورة. يعني هي الصوره كاين آآ كاين واد سوس وملي غادي يكون داك المجمع معي من تما غناخذوا من داك المجمع معي من تما غناخذوا كذلك قناه او لا نهر اصطناعي او لا ما بغيت كما بغيتو تسميوه كما اتخذنا من عند الملقى ديال واد ام الربيع مع أود الخضر ولا واد التساوت وخذينا كذلك هذا اللي قلت لكم في الدرس لك اللي قبل هذا ووجدنا به وعبرنا به عمره مدينه بنقرير قرير وعمره بشان وعبر شرق مدينه اليوسفيه وشرق السماعيه حتى اتينا به الى البحيره الصناعيه المقترحه عند السيدي شيقر هنا كذلك من اللي غناخذوا غن هنا غنديروا هذا السد كالسد العالي في مصر او كبحيره مثلا ولكن من اللي غناخذوا غن ذاك النهر الصناعي اللي غادي ياخذ من هنا هي الاراضي منبسطه كانها كانها زربيه منبسطه حتى غنوصلوا الى سد يوسف بن على وادي ماسه هذاك الشيء اللي قلنا غادي يمشي هذاك النهر الصناعي اللي اقترحناه في المقترح راجعوا الدرس الدرس 55 بالضبط عند ولاد محله وغتلقاو ما الاقتراح ديالي اش قلت هنا عند الدرس 54 او 55 الى انا كنتذكر في عند ولاد محله عن المكان المقترح للمرور للنهر الصناعي اللي هو عابر ما بين وادي سوس ووادي ماسه انا كما قلنا من ضروري ومن الأكيد ومن الأصلح ومن الأجدر ومن المطلوب كما أننا قلنا ضروري من النهر إصطناعي يجمع ما بين واد أم الربيع وواد كذلك لا بد من نهر اصطناعي يجمع ما بين وادي سوس ووادي ماسة هنا من غنشو واد ماسة مباشرة غنحطو في سد يوسف بن بالضبط لنا كاين سد الهدف منه لماذا؟ احنا غن المسافة ما بين وادي وادي السوس ووادي ماسه تقريبا تدور حوالي 80 كلم على الاقل 80 كلم ما بين 70 80 تال 90 يعني التقدير ما عنديش ولكن هذا هو الحساب هذيك 80 او 90 او 100 اللي كاينه ملي غنديروا فيها, فيها واحد الواد اصطناعي واحد النهر اصطناعي كما قلنا في النهر الاخر اللي هو من واد ام الربيع الى الى نهر ما تنسيفت غناخذوا العرض دياله ما بين 30 و آه ما بين 20 حتى 30 متر عرض هذا متر رانسي رد الظلم باش ما نقول ثاني كيلومتر كما قلت في الدرس اللي قبل من هذا ما بين 20 30 حتى 40 متر هذا أقصى كاع والعمق ديالو يكون ما بين 10 حتى 15 متر لماذا؟ لان غنستعملوه كذلك خزان مائي ملي كتكون الماء كيطيح كيكون كخزان مائي باش يزود لنا الفرشه المائيه ديال ساسوس باش يزود لنا الفرشه المائيه ديال ساسوس وباش يمشي ويعين لنا ويع على يعني سد ماسه سد واد سد يوسف بن تاشفين على وادي ماسه لانه كيأدي واحد الدور مهم لسقي المنطقه ديال بلفاع واللي ساكن منطقة ديال الشتوكة كلها أيتبها ولهذا باش يعين لنا داك السد ولكن المقصد من حنا هو أنهم اللي غادي يكون هذا الواد العارض جا مشى لنا ديك 80 أو 90 كيلومتر كلها يعني غتقولوا لي من غتجي هاد هاد الماء يا أخي أنا حضرت بالضبط سنة 1996 تعرف اش وقع في هذا الواد ديال سوس واد ماسه لان كما قلت لكم واد سوس راه البرج كاين عند اولوز البرج الاخر اللي كاين على الواد كاين عند اولوز كان برج اخر منه هو سد المختار السوسي ولكن وهذا الأولوز من اولوز احتل البحر 200 او ميتين وعشرة كيلومتر ما كاين لا حاجز مائي ولا سد ولا شيء وهذا المياه اللي وهذا هو اللي جاء يعني هذا هاد هاد, 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 هاد دوات سوس جاء ال ال, ال, ال... ال... الاطلس الصغير كل الاوديه كتخوي في وقت الامطار الاطلس الكبير كله كتخويه فيه لنا هو جسال كل هذيك الجبال الاطلس الصغير والكبير كيخوت تما يعني من 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 الضفه آه الشماليه ل ل ل لوادي سوس في الحقيقه وادي سوس جا قريب من, من من الجبال على الاقل من الجبل الاطلس تقريبا من الجبال الاطلس الكبير على الاقل ديك المياه كلها كطيح كطيح في الواد الا طاحت من من الويدان الاخرى بما فيهم واد الوعر بما فيهم اوديه اخرى كلهم كيخو في مباشره نعم ولكن اما الجهه هذه الجهه الشماليه اما الجهه الجنوبيه ديال واد وهي فيها متسع كبير تقريبا هي اللي شاده كل هذاك الاتساع تقريبا كيمر ما بين 60 50 70 كيلومتر باش بعيد الـ 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 الاطلس الصغير عليه وكيبقى هذا كله سهل بيناتهم وهذاك الاطلس الصغير يعني مياه كثيره كيخوي مياه كثيره رغم دار واحد السد صغير كاسد التلي عند ايتبها ولكن لا يفي بالغرض ولكن المقصد هو ومرارا وتكرارا مرارا وتكرارا بعد الاوديه اللي هي ما بين ميلك وبيقرا كتفيض كتفيض أو وكت وكت كت# كتسبب خسارة بفيضان كبير على المنطقه ديال الكفيفات والمنطقه ديال ولد دحو وكتسبب خساره كثيره للفلاحه ولا حتى الدور الديور كديهم معاه في ديك الحمله دي دي الهم اللي كتكون لان الماء كيطيح من الاصل الكبير بواحد الشكل كبير وكيتشتت في ديك المنطقه وكيمشي لانه ما كاينش حتى واحد جامع كيتشتت غير في الاراضي كيسوق مع واحد الاراضي كثيره كيخسرها كما وضحت لكم في الدرس 31 ما بين آآ 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 سبت ايت ميلك وبيوغرا وهنا علاش اقترحنا باش يكون هذا الواد العارض اللي هو غادي يكون عارض ما بين واد سوس الى الى واد ماسه يكون واد عارض اولا بعد هذا اللي عند الملتقى هذه هاد النقطه هذه ديال واد الواعر مع واد سوس كما قلنا غنديروا مجمع مائي كالسد العالي في مصر كل هذه المياه اللي كطيح من هذه الجبال من شمال على على يمين الصوره اللي كتشوفوه هذه الجبال كلها ديال الاطلس الكبير غادي يخويه هنينا في هذا واد واد سوس وعلى هذا واد الواعر بالضبط ومن ثم يخرج هذا الشيء علاش قلنا احنا من سد عبد المؤمن اللي هو خلف ديك الجبال اللي كتشوفوه في الصوره غنديروا اه اه واد متعرض او لا قناه متعرجه متدرجه جايه وكتهبط مع الجبال كل ما كل ما زدنا بيجا كتلقاني لان تما اوديه كثيره ما بين الوادي ما بين الوادي ووادي يوجد واد هذا كلها اللي تعرفوا الجبال اش كتك... اش هذا اللي تيكون بيناتها وهذاك باش نخرجوا عند هذه النقطه هذه دي ديال واد الواعر من تما كل هذيك المياه رجعوا لأ لأ انا قلت لكم 96 96 انا حضرت المنطقه ديال في هذيك المنطقه في 96 وحضرت تعرفوا هذا واتسوس هذا واتسوس وقعت حاله استنفار في السلطات من أولوز الى اكادير واحد حاله استنفار لا مثيل لها لانه السد فوق على أولوز والسد المترسسي وقع عليهم ضغط كثير لان المياه كانت كثيره وقع عليهم ضغط كثير زياده على الماء اللي كيطيح في هذه ال 200 اللي هي من أولوز حتى المصب ديال 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 ديال, ديال, ديال واتسوس كطيح من هذه الجبال اللي كتشوف الأطلس الكبير والأطلس الصغير ك# يعني وجمعت المياه ولات حالات استنفار لأنه المنطقة ديال# 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 يعني حتى دخل الدور طلع يعني طلع تصوروا ان الواد, الواد 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 سوس يعني الكنطرة ديال ايت ملول يعني الماء ورجع دخل ديور يعني كثرة المياه من هذاك رجع معاه الواد الواد الحار لان يعني الواد الحار ذلك يعني يعني الوقت كان كيخوي في في في, في هذه عند الكنطرة ديال ديال ايت ملول رجع الماء دخل منها وطلع الديور وباقي كان عقل واحد المنطقه واحد العماره قريبه من عماره الصابرين في الشارع ديال في طريق تيزنيت يعني الماء ولا كيخرج من 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 البلوعات ولا المك يخرج من البلوعات يتملول كأننا نافور كأنها نافورات. كأنها نافورات منتشرة على كل هذيك المنطقة ديال اللي في أيت ملول والمنطقة المجاورة ليه ثم الناس في 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 تيكيوين في تيكيوين الناس غرقوا لها بهيم غرقوا الديور غرقوا كل شيء بل هناك الله اعلم واش كانت خساره انما السلطات كانت في حاله استنفار ربما لم يقع بعض من كاين هناك بعض غير من اللي مشاو ولكن دغيا عطوهم قبل يخرجوا اما واد مسا واد مسا يعني السلطات كذلك عند و... عند, عند يوسف بن تاجفين كانت حاله استنفار كبرى وعلمت الناس وخا علمت الناس الناس هربوا غير بروسهم اما 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 السد عمر و... السد ديال يوسف بن تاجفين عمر وفاد وطلق لانه خافوا لا عود يريب طلقوا الماء يخرج وجاء على ذاك واد مسا يعني ساق معاه البقر الله لا البقره قدا قداش قدا وغادي بها الواد يعني الدار قدا قداش قدا وصايق الواد الكوري كله غادي به غادي به الواد احنا باش نبين لكم راه ماشي الماء ما كيطيح الماء راه قلنا لكم في العالم كله ما بقاش كيشكل كي منتظم خصنا ولو سنه واحدة الا جات عندنا مثلا حتى انا انا بحسب هذه الدراسه ديالي اللي تبعتها هذه مده 40 سنه اللي كل خمس سنين خمس كل 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 خمس سنوات لابد تكون سنة ممطرة لدرجة الفيضان، حنا نديروا له عشر سنوات كاع، وتا الملك يطيح فيها ما يضيع، وهذا الشيء علاش حنا درنا هذا الواد العريض اللي هو يشد من عند المنطقة هذه الواد الواعر من هذه المنطقه ديال الواد الواعر بالضبط من المنطقه ديال الواد الواعر الملتقى مع ديال الواد سوس نديروا مجمع مائي كما قلنا تما كالسد العالي وناخذوا منه ذلك الخندق او ذلك الحفر او ذلك القناه او ذلك الواد الصناعي او النهر الصناعي او سميه كما المهم هو يكون عرضه ما بين 20 30 حتى 40 متر والعمق ديالو يكون ما بين 10 حتى 15 متر باش يكون لنا خزان مائي مهم غير هذا المت... هذا الحفر هذا اللي درنا اللي غادي يشد لنا من واد سوس حتى الواد ماسه على على سدي وسم تاشفين هذه تقريبا واحد ولا 90 كيلومتر الا هي كلها عامره بالماء على عمق 15 متر وعلى عرض 30 متر حسبوا شحال ديال العدد ديال الامطار غتكون تشد لينا كخزان مائي وفين غادي يمشي ذاك الماء غادي يمشي الفرصه المائيه ديال سهسوس لانها كما قلنا لكم الشكل بالطبيعي ديالها بدون استنزاف كتحتوي على خمسين مليار متر مكعب من الماء، ولكن واش بقى منها شيء ولا ما بقاش؟ الله اعلم. ولكن احنا كما نقولوا كما عاود اكرر الفرصه المائيه راه خاص الفرصه المائيه هي من المياه السياديه لكل دوله، الفرصه المائيه ما خصهاش الفرصه المائيه خاصها تبقى دائما في حاله جيده والفرصه المائيه لا تزود الا بالمياه السطحيه التي كطيح من الامطار او من الثلوج لا وحنا وكذلك كما قلت لكم في الدرس الاول وكذلك الدرس رقم 70 عند مدينه اسفي راه الفرصه المائيه حنا حرمناها من المياه اللي كطيح في الامطار في الشوارع وفي الازقه علاش؟ لان المدن كلها بلطناهم وزفتناهم وما خليناش من ال 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 فين كل الماء كثير وكيطيح بشكل كثير يمشي الفرصه المائيه بالعكس حنا بلطنا وخلينا هنا ذاك الماء كيمشي مع الواد الحار ويمشي لي ويضيع لا استفدت منه فرصه مائيه ولا استفدت منه فلاحه ولا استفدت منه شرب ولا استفدت منه اي شيء وهذا الشيء علاش اقترحنا في 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 في, في الدرس الاول وفي في 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 الدرس الثالث والرابع وكذلك في عدة دروس اقترحت باش نعزلوا الماء ديال الصرف الصحي على الماء اللي كيطيح من الامطار في, في الأزقة والشوارع وهذا يجمع في 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 بحيرات صغيره ديك او صغيره كيف تقولوا او لا اي شيء كحدائق ويمشي باش يبقى يمشي الفرشه المائيه احنا قلنا هذا هو الحل هذه الفرشه المائيه ديال سوس اللي هي الطبيعي ديالها 50 مليار متر مكعب وهي بشكل مهول الحل ديالها باش نزودوها وباش تكون عندها مزود هو كبير هو ان نديروا هذا الربط اللي هو غنديروا الربط ما بين واد سوس ووادي ماسه عبر واد محله شرق مدينه القردان شرق سبت ايت ميلك الا ان نصل به الى سد يوسف بن عند واد ماسه وهكذا راه الناس اللي كيعرفوا الطبيعه ولا الجيولوجيين ولا الجغرافيين ولا المهندسين ولا المهندسين الدوله ولا كل شيء كيعرفوا اش كنقول راه هذاك المنطقه اللي كنقول دابا كل هذاك المياه اللي كطيح من جبال أطلس الصغير من اغرم من اغرام من اس من واحد العدد لان من فوتو اس من فوتو اس سافن لما كيمشي لجي طاطا كيمشي كيمشي وكيمشي لواد ولكن من الغرب ديال اس ولا من تقريبا اغرام من ديك المنطقه ولا من كذلك من فوق ايتبها يعني بالضبط من آه إيد من كنا نضيف ولتحت المكان اللي كيمشي الى الشرق كيمشي الاوديه اللي كتؤدي الى وادي درعا ولكن من قبل إذا أي نضيف يعني من فوق اي بالضبط ومن هذيك المنطقه كلها يعني المياه كلها كطيح هذاك جبال كثيره كتجي مياه كثيره كتخوي في هذاك السهل ديال سوس كتضيع في هذاك الارض الارض ديال سوس كتخسر الاراضي للناس كتخسر الفلاحه ملي كتكون الفيضانات يعني الباقي الله كما قلت لك في هذا في هذا 96 يعني

ولاد الضحى غرقت القفيفات غرقوا كل شيء واحد عدد غرق بالمياه حتى ولات الاحال وما صابوا كيفاش يديروا الناس حتى ما في الاخر ضاع ومشى البحر يعني لو قدر الله كان ذلك المشروع جاهز كان ذلك المشروع جاهز وكان واجد وكان ذلك القناة أو لا ذلك الحفر أو لا ذلك النهر الصناعي اللي رابط لنا ما بين واد سوس وواد مساء لكان أفضل لكان هذا أنا قلت لكم يعني مسافة ديال 90 كيلومتر او 10 كم محفور فيها خندق او نوااد عرضه ما بين 3 40 كم وغرقوه ما بين 15 20 يا رب 20 متر راه سمحوا لي راني ملي كنهضر كنهضر وانا بلا ورقه ولا بلا حتى شي حاجه انما كنذكر ولكن بعض الخطره كنلاشي في الكلام بسبب علاش لانني كنسرب الكلام وكنكرو علاش باش تكون المعلومه وصلت علاش كنكرر الكلام باش المعلومات تكون وصلت باش كنكرر الكلام باش المعلومه تكون وصلت ولهذا مع ما كانش لا ورقه في يدي ولا حتى شي حاجه انما اذكر بعض الخطره يعني باش نجو باش نقول المتر نقدر نقول كيلومتر انا كنعاود نكرر هذا الغلط ديالي هو ان غادي يكون النهر الصناعي من واد سوس الى وادي ماسا العرض ديالو ما بين 20 حتى 30 حتى 40 متر والعمق ديالو ما بين 10 15 متر باش يكون جامع للمياه يكفي هذا وحده غير هذا هذا الخندق هذا اللي قلناه الا عمر بالماء الى هذاك راه سبحان الله وغادي يزول لنا هاك الساعه غادي يكون المياه مشات بالضبط لسهل سوس بالضبط كما قلنا لكم سهل واد البرج اللي هو على أولوز راه المياه ديالو ما مشاش سوس مشات مع سلسله الجبال أطلس الصغير ما زيان فين ما مشى الخير ينفع ولكن حنا هاد ال 200 كيلومتر ولا 210 كيلومتر اللي هي من أولوز الى المصب ديال ديال واد سوس على مدينه اكادير هذه المنطقه كلها المياه اللي كطيح فيها ما كاين لا حاجز مائي ولا سد ولا شيء الملك يطيح في ذلك الواد مباشرة كيمشي للبحر كيضيع ما كتستفد منه لا فرصة مائية ولا فلاحة ولا أي شيء هذا الضياع إلا بقينا على هذا الستار راه ما شاء الله الماء راه كيطيح الماء ما بقاش منظم على المغرب من العالم كله لابد أن نفكر تفكير عميق و و ومعمق أننا كيفاش نخزن الماء في الوقت اللي كيطيح ضح الماء كما قالوا الناس الأولين كيقولوا شتات الع... العام كيقولوا بالعامية شتات العام لابد تبدا <applause> تطيح الا ما طاحت في الصيف تطيح في الخريف الا ما طاحت في الشتاء تطيح في الصيف الا ما طاحت في الشتاء تطيح في الصيف يعني الشتاء العام لا بدا تطيح تطيح يعني الماء ديال اللي كيطيح في الشتاء لا بدا يطيح يطيح ولكن كيف الجمع ديالو وكيف اسمحوا لي الناس اللي طالبين طالبين جولات انا الان في الشرح ديال الدرس رقم 13 من دراسه المباركه دراسه مشروع ماء ضخم من وادي المخازن الى وادي الذهب ومن وادي زيز الى وادزا ومن الحسيمه الى العرائش الان احنا في الشرح ديال الدرس رقم 13 على الواد الواعر وهو الواد الواعر هو اللي غادي يكون عنده مجمع مائي عندنا الالتقاء ديالو مع واد سوس واد سوس راه كما قلنا لكم بقى على يسار الصوره واحد كيلومتر ونص او جوج وكاين تما جبيلات صغار ممكن انا نبني عليهم باش يكون السد العالي كما, س... كما كما هو في مصر ولا و... 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 زلت اكرر سمحوا لي راني اكرر لاصيل المعلومه غادي يكون من تما نهر ص... صناعي من هذاك المنطقه ديال المنطقه ديال واد الواعر وراني قلتها في الدار راجعوا الدرس 13 بالفيديو بالصوت والصوره وغادي تسمعوا اش وضحت لكم تما كذلك ما تنساوش ت... تراجعوا الدرس رقم 11 عند السد يوسف بن تاشمين بالضبط عند وادي ماسه ما تنساوش المرجو من الذين يريدون حوار او ذاك راني في, في الشرح ما يمكنش ما عنديش كيفاش ندير باش نتحاور معكم المرجو انا من سالي هذا استعدوا استعدوا من بعد هذا اللايف نستعدوا ان شاء الله نديروا جوله وحوارات مستعدين كاملين جزاكم الله بخير الان اكتبوا لي في التعليق اللي بغى يكتب شيء يقول ايش كتب التعليق ويشوف هذا قلنا هذا النهر الصناعي اللي غنديروا من واد سوس الى وادي ماسه مهم للغايه مهم للغايه مهم للغايه مهم جدا 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 ضروري منه ضروري ومؤكد ولا بد منه ولا بد منه اللي اللي المياه اللي كطيح من اطلس كبير واطلس صغير من منطقه اوروس الى ايتبا الى اذا الى واحد العدد ديال المناطق تما اللي كتلوح الماء كله كيمشي وكيطيح في ديك السانسوس وكيسبب خساره كثيره اكرر اكرر لابد, لابد 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 من حفر خندق او واد او غنات او سه او كما بغيتو تسميوه ما بين وادي سوس ووادي ماسة لحصر المياه اللي كطيح من الاطلس الصغير والاطلس الكبير باش ما تبقاش تضيع وتضيع الاراضي وفي الاخر كتضيع وكتمشي للبحر ما كيستفد منها حتى يا عباد الله يا ناس يا اخوان يا احباب يا مواطنين يا حكومه يا من له الحل والعقد فكروا في هذه النقطه فكروا في هذه النقطة رحنا في حاجة ماسة إليها في حاجة ماسة إليها كما اقترحت لكم ووضحت لكم في الدرس رقم 30 في الدرس رقم 30 اللي هو اللي هو عن المشروع اللي رابط لنا ما بين أم الربيع ووادي التنسيف لابد كذلك اقترح وأؤكد وأؤكد أن على الربط ما بين واد سوس وواد ماسة واد سوس وواد ماسة واد سوس إلى واد ماسة ومن ثم راه اذا تبعتوا الدراسة ورجعتوا للدرس الجزء الأول أولا جدر الدرس رقم 11 عند واد ما عند عند سد يوسف بن تاشمين على وادي ماسة من تما ملي من غادي يكون عندنا الفائض في الماء الفائض في الماء من تما كذلك المياه بقنوات تحت أرضية وبالمضخات بنصعدوا بها الجبال الأطلس الصغير الى ان 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 لان سد يوسف بن آه على وادي ماسا جاء على غرب جبال الاطلس الكبير وحنا غنشرقوا بها غنعبروا غن بها ذلك السلسله الجبليه الا ان نصل الى وادي تمانارت اللي هو في الشرق في في الشرق ديال جبال الاطلس الكبير يعني هو نهر موسمي المياه كتكون كلوب بعد العيون على الجنبات ولكن هو اكثر كيجي مية كثيره في في الحملات هذا هو اللي هو على فم الحسن واللي هو كيخوي الدرعه بالضبط شرق مدينه مدينه اسا وهكذا غنصلح الاوديه ونجمع المشروع هذه دروس اخرى لابد أن لها بالتفصيل ولكن انا الان في الشرح بالضبط بالتوضيح بالتاكيد بال... 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 باليقين تام باليقين تام ان هذا المشروع ناجح الربط ما بين وادي سوس ووادي مسا لانهم هي كثيره كطيح فيما بينهم كتيه في الاراضي وكتضيع زياده على واد سوس بنفسه راه قلنا لكم من 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 اولوز اخر سد كاين على على السد على هذا واد سوس هو اخر سد هو فوق مدينه اولوز على يعني الجنب من مدينه اولوز ومدينه أو يعني كيبعد من المصب ديال نهر سوس 200 210 220 كيلومتر كل هذا هاد البلاصه هاد الاماكن كلها كتجي مياه كثيره 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 لا حصر لها ولكن كتضيع وكتمشي البحر بعد ما كتضيع معها واحد العدد يا اخواني يا احبابي راه الان لا ما فكرناش الان كما قلت لكم في الدرس الاول الى ما فكرناش الان وإلا ما هزيناش الآن من الآن وإلا ما خططناش من الآن كيف راه, راه الناس الاوائل ربما كانوا أدكمنا على الاقل كانوا دايرين المطافي في يجمعوا الماء كانوا دايرين يعني احنا راه ما شاء الله بقى الاعتماد ديالنا دائما يا اما تجي من الديون الماء الشرب يا اما غادي نشربوا كاع يا اما الشيء اللي لا ما شاء الله راه كما اقترحت عليكم في عده دروس لا يجب ان نشجع على قضيه المطافي منذ جديد على كل الناس اللي في البوادي وحتى في المدن على كل دار دار في الب في, 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 في في البوادي لابد أن يكون لهم مطفية عند الدار ديالو باش ذاك الماء اللي كيطيح من الاسطح من الاسطح ديال المنازل ديالو يمشي ديك المطفيه لا بد يستعين به على الشرب او غسل او ماش حاجه هذا لا بد يكون اجباري يكون اجباري عند كل دار في الباديه لا بد يدير مطفي وربما هذه القضيه غنم حتى بعض الناس في المدن ما مثلا انسان عنده الفيلا ديالو الفيلا ديالو فيها تقريبا واحد 400 و500 و600 متر و1000 متر و2000 متر علاش ما يدير بير, بير بير يبدا ذاك الماء اللي كيطيح من الاسطح يطيح في ماشي بير يدير مطفي مطفي يدير يجمع فيها المياه يا احبابي يا اخواني راه قلنا لكم ان المياه الجوفيه راها من المياه السياديه لكل بلد يجب ان نحافظ عليها يا اخواني يا احبابي انتبهوا لهذا الامر انتبهوا لهذه القضيه انتبهوا لهذا الامر راه هذه حاله يعني ما انتبهناش لها راه لا حول ولا قوه الا بالله المهم هذا ما اردت ان اوضح لكم عند هذا الدرس رقم 13 راجعوا الفيديو رقم 13، راجعوا هذا الفيديو هذا اللي خديت لكم الآن غير صورة منه، راجعوا الفيديو كامل عند رقم 13 عند واد الواعر، وغتشوفوا بالشرح بالصوت والصورة كيفاش وضحت لكم الأمر كيفاش خصو يكون تما مجمع مائي كا, كا السد العالي في مصر، ومن ثم سننطلق به إلى إلى إلى, الى, الى, الى وادي ماسة، وهكذا غنكونوا ضمننا ضمن اكيدا لتزويد المياه الجوفيه لسهل سوس لانها تعرضت لواحد النفاد كبير جدا يا اخواني راه المياه الجوفيه في سهل سوس تعرضت لواحد واحد لا حول ولا قوه الا وضع على سبب ذلك الفلاحه تاسست هذه هذه المحطه لتحليه البحر عند مدينه عند منطقه تيفنيت و باش تعطينا على الاقل 15 متر مكعب من الماء باش تزود المنطقه بالفلاحه المنطقه ديال اه ديال بالفاع المنطقه ديال التعميره منطقه ديال الشتوكا كلها ولكن مع هذا الجفاف الماء اللي كان غادي يمشي تما ارجع لمدينه اكادير والمدن الجاوره بها اللي بالماء الشرب لان الماء الشرب الاكادير لو قدر الله لو قدر الله ما كاين ديك المحطه لتحلية المياه ديال تيفنيت الا كانت مدينه اكادير والمدن المجاوره ما تطبل عطش كنوا على يقين ولكن الحمد لله كانت هذيك المحطه كان خير منها وهي الان قايمه بالدور ديالها ولكن الفلاحه يعني والشركات اللي هي فلاحيه اللي هي كتعتمد على الفلاحة في السلسوس وكتخدم واحد اللي نشيطة يعني إلى ما درناش لها حلول عاجلة لهذه الأمور راه أم الأمور ديالها متعرضة للخطر وربما هذه الشركات متعرضة إما خاصة أن كلها شركات أجنبية جات استثمرت في سوس وخدمت مع واحد اللي عاملة كثيرة فإذا ما بقاتش الماء ولا ما لقاتش الماء ولا ما لقاتش كيفية فممكن هذه الشركة تهاجر إلى بلد آخر وهناك يد عاملة نشيطة من غادا تعمل راه الآلاف المؤلفة راه العشرات الالاف الا ما بغينا الا ما حشمنا نقولوا مئات الالاف ديال العامله اللي هي كتعمل في الفلاحه في سهل سوس وانا اسميه سهل فلوس لهذا هذا هو الحل اننا باش الفرشه المائيه ديال سهل سوس ولوازم السقي للمنطقه ديال سهل سوس بالكامل الحل وهو هذا اننا نديروا هنا عند عند هذا الواد الواعر بالملتقى ديالو مع واد مع واد سوس واحد المجمع مائي كما قلنا كنكرر كنكرر لماذا او كرر لتصل المعلومه لتصل المعلومه هذا علاش كنكرر يا راه ماشي كنكرر لخاطري راه انا كنكرر للمعلومه توصل المعلومه باش توصل باش ناخذو كما قلنا هنا مجمع مائي ضخم مجمع مائي ضخم لانه من غديه الماء غديه الماء من هذه الجبال اللي كتشوفوا في خلف الصوره غادي الماء اللي جايبينو له من المشروع اللي جايبينو حنا من سد واد المخازن ربما يقولوا قائل لماذا غنجيبو حنا من واد المخازن ونجيبو من هاد المنطقه وهذيك المنطقه ضدها لا حتى هذيك المناطق أنا ما غناخذو من الماء حتى يكون عندهم تيكون الاكتفاء في المنطقة لينا مرارا مرارا واد سبو ولا واد ورغا ولا واد لوكوس ولا عدة أودية اللي كاينة تما ولا واد بهت ولا كل هذيك الأودية كيكون كي فيها المياه كثيرة كتمشي للبحر كانت تمشي للبحر لانه ما ما من الوقت اللي غادي تمشي حر نديروا لها مدك ويرجع ترجع تكونينا في واد ام الربيع وواد ام الربيع كما قلنا لكم في الدرس الخامس راه هو شريان الحياه بالنسبه للمغاربه لانه كيمر بواحد العدد ديال المناطق وبحد على كل حال انا أرجع نشرح لكم كل درس الدرس انا الان في الدرس رقم 13 الشرح ديال الدرس رقم 13 باش تاكدوا اكثر من هذا الشيء راجعوا الفيديو اللي هو الفيديو رقم 13 او لا الدرس رقم 13 او الجزء رقم 13 من هذه الدراسه المباركه اللي هي منشوره في دي قناتي هذه قناه بنقريش قريش للمناظر الفريده او لا في, في منصاتي هذه على التيك توك منصات بن للتواصل المفيد الى هذا الحد استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، سنفتح اللايف من بعد هذا كونوا على استعداد هذا دابا نخدم باش هذا الدرس غننصروه في القناه ديالي في القناه ديالي كدرس جامع لهذا الشرح لهذا الدرس رقم 13 ولكن كل من معايا في القناه كل من معايا في في من الصدمة يستعد راه غنفتحوا لايف مباشره للحوار ولل وللجولات ولاي شيء بغيتوا وسمحوا لي الناس اللي كانوا يطلعوك كنت ما كنقبلوش الان انا غنختم هذا اللايف وغنفتح لايف جديد خاص لكم ومرحبا بكم وسمحوا لي وجزاكم الله بخير السلام عليكم